السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في اون نوفيل فيديو في لاشين ديالي. فهاد لا فيديو هادي غادي نديرو فيها، غادي تكون ان شاء الله هي لا ديرنيير فيديو في الكور ديال لي ليبيد، شابيتر ديال لي ليبيد، باش ان شاء الله نقدروا اونطاميو لي زوتر شابيتر اللي عندنا. ان شاء الله الشابيتر الجاي غادي يكون على لي غلوسيد. مهم، فهاد لا فيديو هادي قلنا غادي نهضروا على لي سفينغوليبيد. في لا فيديو اللي فاتت درنا اون بوتيت انتروداكسيون عليهم، قلنا سي كوا ان سفينغوليبيد، دو ايل فيان، دو كوا ايل ساجي، اشنو كيعطينا، وهذاك الشيء اللي كيعطينا غيعطينا واحد لوت اوتر شوز. دونك اول حاجه قلنا بلي لي سفينغوليبيد سو سون دي اميد دو لا سفينكوزين كي سو فورم بار ليزون دو كاربوكسيل دو لاسيد غرا سور لو ان اتش 2 دو لا سفينغوزين. دونك ان سفينغوليبيد هو ان اسيد غرا كيلكونك بلس un NH2 de la sphingosine. Donc, si vous mettez chaud, il y a ici, le sphingosine. Donc, là, fin radicule adna, la fixation d'il hada l'acide gras quelconque, soit radicule saturé, soit radicule insaturé. Saturé, mais un coche les doubles liaisons. Insaturé, un coche les doubles liaisons. Donc, un sphingolipide. هو واحد لاسيد غرا كي va se fixer au niveau du NH2 de la sphingosine. Le sphingolipide c'est un acide gras qui va se fixer sur le NH2 de la sphingosine. Donc j'espère que l'idée تكونوا صلات. شنو خاصكم تعرفوا حيت هادشي قلتو في لا فيديو اللي فاتت، ما بغيت نعاود ناكد عليه حيت مهم بزاف. Donc, nous avons dit que le plus simple des sphingolipides est le céramide. Pourquoi le plus simple? Parce que nous avons dit un sphingolipide qui confie un acide gras qui va se fixer sur le NH2 de la sphingosine. C'est ce qui est le céramide. Le céramide est un acide gras qui fixe la liaison avec le NH2 de la sphingosine. Donc, comme vous voyez, nous avons soit un céramide, soit un acide sphingosine. Soit un céramide, soit un acide sphingosine. Donc, le plus simple des sphingolipides est le céramide ou l'acide sphingosine. Donc, si vous cliquez le céramide, c'est le plus simple des sphingolipides. Nous avons la définition. Un acide gras, il y a une liaison avec le NH2 de la sphingosine. Donc, ha huwa le NH, ma fiche NH2, l'hydrogène, chelina la liaison. Donc, le NH huwa heda. Heda huwa sphingosine. Heda huwa l'acide. L'acide gras li adna. Heda l'acide gras li adna huwa l'acide linocérique. L'acide linocérique huwa C24. C24 2.0. علاش زيرو؟ حيت قلنا سي ان اسيد غرا ساتوري. لي اسيد غرا ساتوري ما كتلقاوش فيهم لي دوبل ليازون، داكشي علاش درنا سي 24، يعني سي يعني ان كربون، 24 يعني هذاك لاسيد، لاسيد غرا كونتيان 24 كربون، و زيرو كتقول لينا بلي راه ما عندنا حتى شي اوكون دوبل ليازون. دونك قلنا بلي le céramide ou l'acide sphingosine est le plus simple des sphingolipides. Les filles, un acide gras, l'acide linocérique, les fixelina ou la formalina ou la liaison avec le NH2 des sphingosine. Donc, il a dit que l'acide gras est saturé et à longue chaîne. Il a dit que l'acide gras, la chaîne carbone est diable, il a hydrocarboné, pardon, je fais hydrogène carbone. La chaîne hydrocarbonée, خاصها تكون طويلة. خاص le nombre de carbone يكون pair, يعني زوجي, ou يكون supérieur à 4. خاص la chaîne hydrocarbonée تكون une longue chaîne. خاص يكون عندنا le nombre de carbone يكون pair ou يكون supérieur à 4. Donc حنا هنا راه كنهضروا على لي سفينغوليبيد، اي اون ميم طون كنديرو اون ريفيزيون على هذاك الشيء اللي فات، سوف لا فيديو اللي فاتت سوف اللي قبل، حيت هادشي اللي قلت لكم دابا راه درناه في اول فيديو. سي جو مسوفيان بيان هادشي راه كان في لا فيديو الاولى.
دونك شنو عندنا هنا؟ لو سيراميد اي ان سيكوند ميساجير انتراسيلولير. دونك هذه عندها علاقه بلا بيولوجي، حنا هنا كنقراو لا بيوشيمي. دونك سا سرا ميو اننا نبقاو هكا بيوشيمي، شنو هي لا ستركتور ديالو، كيفاش دايره لا فورمول ديالو، كيفاش دايره. مهم حد هنايا تعرفوا لي حد هادشي، راه مزيان، راه فريمون مزيان. عرفوا غير هادشي، عرفوا سي كوا ان ليبيد لا ديفينيسيون، ضروري تعرفوا هادشي. راه في ليكزامان يقدر يعطيكم دي كيسيون دو كور، ما يعطيكمش ان اكزرسيس، ولكن يقدر يعطيكم دي كيسيون دو كور. دونك من الاحسن انكم تعقلوا على دي ديفينيسيون. هذاك الشيء اللي عطيتكم في لي فيديو راه كافي، فريمون كافي. عقلوا على لي ديفينيسيون، هادشي اللي وريتكم عقلوا عليه، اللي قلت لكم شوفوها وعقلوا عليها. داكشي الاخر لا. دونك عقلوا على لي فورمول، عقلوا على لا شين كيفاش كتكتب، سي كوا ان اسيد غرا سامبل، سي كوا ان اسيد غرا ساتوري ان ساتوري، هادشي كامل عرفوه. وكاع هادوك لي اسيد غرا اللي عطيتكم عقلوا عليهم مزيان، عقلوا فين كاينه لا دوبليزون، كيفاش كنديروا لا نومونكلاتور بهادي اللي وريتكم دابا، بالسي لو نو سي ان دو بوين لو نومبر ديال لي دوبليزون. وعقلوا حتى على لا نومونكلاتور ديال اوميغا، راه دي فوا كيحطوها ليكم وكتنساو عليها، كتخلطوا ما بينها وما بين سي ان دو بوين بي مثلا هو لو نومبر ديال لي دوبليزون وما بين اوميغا. دونك هادو مزيان عقلوا عليهم مزيان. هنا عندنا لو تيب الثاني ديال لي سفانغو ليبيد، اللي هو لي سفانغو ميالين. دونك شنو قالوا لينا؟ Elles sont constituées de l'association sphingosine plus acide gras plus phosphorylcholine. Donc, qu'est-ce que nous avons dit dans la vidéo? واحد le sphingolipide qui est constitué d'un sphingosine plus un acide gras, راه هو le céramide. Donc, هنا. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Le sphingosine plus un acide gras, راه هو le céramide. Elles sont constituées de l'association. يعني هنا عندنا واحد لاسوسياسيون، عندنا واحد كيف ما نقولوا تشارك ما بين السفنغوزين بلس لاسيد غرا اللي قلنا هو لو سيراميد وما بين لو فوسفوريل كولين. دونك السفنغوزين بلس اسيد غرا هو لو سيراميد، هو لو بلو سامبل دي سفنغوليبيد. هذاك لو سيراميد ملي غنزيدو عليه واحد الحاجه سميتها واحد لو كومبوزي سميتو لو فوسفوريل كولين، دونك راه هذاك هذيك لاسوسياسيون كامله او هذاك الكومبوزي كامل اللي غنلقاوه في الاخر كنسميوه لو سفنغوميلين. دونك عقلوا ان سفنغوزين بلس ان اسيد غرا غادي يعطينا il va nous donner واحد لو سيراميد. هذاك لو سيراميد ملي غادي يدير لينا واحد لاسوسياسيون افيك ان فوسفوريل كولين غادي يعطينا او غتكون عندنا واحد لا فورماسيون دان فوس دان سفنغوميلين باردون. دونك سيراميد بلس فوسفوريل كولين هو واحد لو سفنغوميلين. الا كنت كنعاود راه فريمون باش تعقلوا عليهم باش تشدوهم مزيان، حيت هادو دي شوز تري امبورطونط بزاف بزاف بزاف، عقلوا عليهم. دونك اشنو عندنا هنايا؟ ناخذو دونك عندنا ها هو لاسيد غراديان، هو هذا ياك، هو هذا هذاك لاسيد غرا اشنو وقع ليه؟ دالينا واحد لا فيكساسيون او نيفو دو NH2. هنا ما بقاتش عندنا لو H حيت كيف ما قلت لكم قبيله لو H مشات، علاش؟ حيت عندنا فورماسيون ديال واحد لا ليزون. دونك هاد لاسيد غرا ديالنا اللي هو لاسيد لينوسيريك C24O دالينا واحد لا ليزون او لا واحد لاسوسياسيون افيك لو NH2 لو NH2 ديال هاد لو سفنغوزين، un acide linocérique C24O. Dallina واحد la liaison ou la formaline واحد la liaison avec le NH2 ديال la sphingosine. هذاك الشيء علاش le NH مشات ليه H، le NH2 مشات ليه NH. حيت الا كنتو عقلتو فاش كنديرو فورماسيون ديال اون ليازون كيكون عندنا اون بير ديليكترون، فاش تكون هذيك لا بير ديليكترون هذاك لو بروتون اش بلس ما غاديش يبقى عندنا، حيت صافي راه وقعت لينا اون بيرت، يعني راه هذاك الالكترون اللي كان عندنا في لا ليزون راه غادي يتفورم لينا مع انه مع ان نوتر الكترون باردون. هذاك الشيء علاش كيمشي لينا لو اش.
Donc, formation de liaison, perte d'un proton. Formation de la liaison égale perte d'un proton. Donc, je vais mettre le H. Donc, عندنا la sphingosine. Sphingosine, دلينا l'association مع un acide gras. عطانا le céramide. Donc, هذا كامل. نجي نبدل la couleur. هذا كامل حتى لهنا هو le céramide. Donc, هذا le céramide, ملي زدنا عليه le phosphoryl choline. Le céramide, ملي زدنا عليه le phosphoryl choline. اشنو ولات عندنا؟ Formation d'un sphingomyéline. Donc, acide gras plus sphingosine ou le céramide. Le céramide plus phosphoryl choline ou le sphingomyéline. Donc, عافاكم الله يرضى عليكم عقلوا على هذا الشيء مزيان 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 غادي نحتاجوه. Donc, نشوفوا اش قالوا لينا. هاد لا موليكول كتكون ايونيزي دون لو سون. في لو سون كتكون ايونيزي. Donc, l'acide gras le plus fréquent est l'acide linocérique, qui est C24-0, qui est la double liaison, c'est un acide gras saturé. Au pH du sang, la molécule est ionisée. Je vous explique, la molécule le sang est ionisée. Donc, faites ce qui est là, c'est que vous avez une la biologie. Donc, je vous explique, nous avons un module de biochimie. Donc, on a un module de la biologie, et un de la chimie. داكشي علاش ما تعقلوش على كلشي 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 اللي محطوط هنا تعقلوا عليه داكشي اللي قلت لكم عقلوا عليه هو هادشي اللي درنا في هاد لا فورمول اللي الفوق في هاد لي 4 بوين اللي كاينين هنا اولا لي 4 نوشن اللي كاينين لتحت عقلوا غير على جوج منهم اللي كيف ما قلت لكم سوبوزون كو البروف ديالكم حط لكم دي كيسيون دو كور تعرفوا ما تجاوبوا دونك اون لي تروف دون لو تيسيو نيرفو لي غرين دو ميلين اي دون لي ممبران. La déficience en sphingomyélinase entraîne leur accumulation dans le cerveau, la rate et le foie. Donc, fait que tu connais la déficience en sphingomyélinase, il y a de. Je te lis mes mots. Il y a une petite. Moi, je vais la vidéo, je vais vous la lire. Fait que tu connais la déficience, يعني fait que tu connais على القد القد ديالو. Entraîne leur accumulation, il y a une couleur qui se met dans le cerveau, dans la rate ou dans le foie. Parce qu'est-ce qu'on a une déficience en sphingomyélinase, la déficience de l'accumulation d'hélo au niveau du cerveau, de la rate et du foie. Donc, à l'heure de cette chimienne, quand même, elle n'est qu'une idée ou cela, ce qu'on a fait, et je ne sais pas si vous avez fait, et je ne sais pas si vous avez fait. Donc, à l'heure de cette chimienne, les glycolipides. Les glycolipides, عندنا trois types. كاينين 3, كاين A, B ou C. هاد لي glycolipides, اشنو هما؟ Les cérébraux galactosides ou la كنسميهم les galactosyl céramides. هاد لي glycolipides قلنا كاينين 3. اول منهم سوا كنسميوه galactosyl céramide, سوا كنسميوه un cérébraux galactoside. علاش حيت اشنو كيكون عندنا كتكون عندنا واحد لاسوسياسيون دان سفينغوزين بلس اسيد غرا لي كيف ما قلت لكم دوبوي توت لا فيديو لي هي سفينغوزين بلس لاسيد غرا غيعطينا اون سيراميد ان سيراميد هذاك لو سيراميد فاش كنزيدو عليه اولا فاش كنديرو اون نوتر اسوسياسيون ديالو افيك ان بيتا دي غالاكتوز كتولي سميتو غالاكتوزيل سيراميد اولا cérébro galactoside. Donc had bêta D galactose, غادي نشوفوهم en détail كيفاش علاش سميناهم بيتا علاش D وعلاش galactose غنشوفوهم en détail ان شاء الله في الشابتر الجاي اللي غادي نبداه ان شاء الله ديال لي غلوسيد. نعرفوا علاش درنا بيتا حيت كاينه بيتا وكاينه الفا نعرفوا علاش بيتا نعرفوا علاش D كاينه D وكاينه ال نعرفوا علاش درنا D وغنعرفوا علاش سميناه galactose. Donc هادشي كامل غنشوفوه en détail. Il suffit que nous savons que un sphingosine plus un acide gras plus le bêta des galactoses va donner le galactosyl céramide ou le cérébro galactoside. Ou ces deux choses qui entrent dans le glycolipide. Les glycolipides.
دونك عقلوا هاد بيتا دي غالاكتوز. انا كنوعدكم انني غادي نديرها في لي فيديو الجايين ان شاء الله. حنا مازال ما غندوزوش لي زيكزامان دابا حتى شهر سعود، دونك راه باقي عندنا الوقت انكم تخدموه. انا غادي ندير لي فيديو ان شاء الله قبل من شهر سعود، نحيدوا علينا لو كور باش نونطاميو لي تي دي وداكشي لاخر ان شاء الله نديرو دوتغ موديل. دونك هنا اشنو عندنا، ناخذ هادي. دونك ها هو لاسيد لينوسيريك، ديما خدمنا بلاسيد لينوسيريك في هاد لي زيكزامبل هادو اللي هو سي 24 0، حيت ما فيه حتى شي دوبليزون. دونك لاسيد لينوسيريك كيف ما قلنا في لا فيديو كامله، دار لينا واحد لاسوسياسيون افيك لو ان اتش 2 ديال هاد لا سفينغوزين. دونك هاد لاسوسياسيون او هاد المشاركه ديال هذاك لو سفينغوزين بلس لاسيد غرا كتعطينا واحد الحاجه اللي سميتها سيراميد. هذاك لو سيراميد في هاد لا بارتي هادي تشارك لينا مع ان بيتا دي غالاكتوز. هذاك لو بيتا دي غالاكتوز ملي تشارك لينا مع لو سيراميد عطانا نيسونس ان شنو قلنا ليه سميتو ان غالاكتوزيل سيراميد اولا ان سيريبرو غالاكتوزيد. سميناه غالاكتوزيل سيراميد علاش؟ حيت كانت عندنا غالاكتوز، هانتوما غالاكتوز بلس سيراميد هي غالاكتوزيل سيراميد. دونك عقلوا عليهم مزيان، عقلوا عليهم مزيان. دونك ها انا وريتكم دابا لا فورمول كيفاش دايره. هنا لاسيد عندنا لاسيد لينوسيريك، عندنا لاسفينغوزين، عندنا فين كاينه لاسوسياسيون ما بيناتهم باش سميناهم ان سيراميد. عندنا من بعد كاين فين كاينه لا ليزون بيتا اوزيديك اللي دارت لينا مع لاسفينغوزين. دونك هادشي عقلوا عليهم مزيان 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 الله يرضى عليكم. دونك هنا اشنو عندنا، لو غالاكتوز ايوني على الكول بريمير دو لاسفينغوزين باغ اون ليزون بيتا اوزيديك. دونك كيف ما قلت لكم فاش نقراو لي غلوسيد شابيتر ديال لي غلوسيد غادي نفهمكم شنو كتعني اون ليزون بيتا اوزيديك او une liaison alpha ozidique. Donc mais ça faut que qu'on nous hanine. Les cérébraux glucides ou glucosyl céramide, elles sont constituées de sphingosine plus acide gras plus bêta des glucose. Donc on a ce nous بدلنا. بدلنا le galactose بالglucose. هذاك الشيء علاش سميه في بلاصه ما ولينا نسميوه galactosyl céramide ولا سميتو glucosyl céramide. هادشي اللي وقع. علاش سيراميد؟ حيت كاين سفينغوزين بلس لاسيد غرا، ملي زدنا عليهم لو بيتا دي غلوكوز ولات سميتو غلوكوزيل سيراميد اولا سيريبرو غلوسيد. دونك نتوما عقلوا غير على هادي، عقلوا على غلوكوزيل سيراميد يعني راه عندكم لو سيراميد اللي هو سفينغوزين بلس لاسيد غرا، غلوكوزيل يعني راه كاين لو بيتا دي غلوكوز. دونك هادي راه لا نومونكلاتور ديالهم، راه كيف ما قلت لكم هادشي عنده علاقه بالغلوسيد، راه شوفوا اون ديتاي في شابيتر ديال لي غلوسيد. دونك لا ليزون اي بيتا اوزيديك كيف ما انديكي في التسميه ديالو. واخر وحدين عندنا هما لي غونغليوزيد او لي زوليغو سيراميد، لي زوليغوسيل سيراميد. لي غونغليوزيد عندها علاقه بلي غونغليون، يعني غنلقاوهم بزاف لي غونغليون، وسميناه لي زوليغوسيل سيراميد حيت عندو علاقه بلي زوليغوزيد. لي زوليغوزيد هما واحد لاشين ديال بلوزيغ اوز ديريفي ديال لوز، ديريفي ديال لوز يعني خوده من لي غلوسيد. دونك لي غونغليوزيد او لي زوليغوزيل سيراميد اي سون كونستيتوي دان سفينغوزين بلس اسيد غرا. نعاود نقولها اون اوتر فوا، ان سفينغوزين بلس ان اسيد غرا هما لي سيراميد. هذاك لو سيراميد plus une chaîne de plusieurs os et dérivés d'os, يعني سواء غادي يكون عندنا بزاف ديال لي os يعني بزاف ديال glucose glucose galactose galactose، فهمتوا؟ فاش غادي يكون عندنا بزاف منهم اولا dérivés d'os كنسميوهم oligosid. دونك oligosid هما بزاف ديال لي os، بزاف ديال لي تيب ديال لي os. فاش غادي نديروا لينا واحد لاسوسياسيون مع لو سيراميد غير عطيونا نيسونس ديال لي غونغليوزيد اولا كنسميوهم لي زوليغوزيل سيراميد. دونك هنا نشوفو اخر حاجه مكتوبه عندنا، ils sont
تابوندون دون لي غونغليون دو لور نون. داك الشيء اللي سميناهم لي غونغليوزيد حيت كنلقاوهم بزاف في لي غونغليون. سيز اوليغوزيد سون بريزون سور لا فاس اكسترن دو لا مومبران بلازميك. دونك كنلقاوهم في الوجه الخارجي ديال لا مومبران بلازميك. Ils sont spécifiques, donc reconnus par des protéines, toxines bactériennes, lectines. Exemple, les antigènes des groupes sanguins. Donc, là, on connaît ça dans la vidéo, on connaît ça dans le chapitre de les lipides. Inch'Allah, dans le prochain, on va commencer le chapitre des glucides, on va laisser les acides aminés ou les protéines, les autres. Donc, on va l'idée. تكونوا كتفهموا وعافاكم اي حاجه قلت لكم هذه ركزوا عليها راه فريمون خاصكم تركزوا عليها وراها مهمه. ديروا شي بلوك نوت او لا شي حاجه وكتبوهم فيهم باش تبقاو عاقلين عليهم مزيان راه فريمون مهمين. انا غادي نقلب على التادي اذا لقيتو غادي نقادو ان شاء الله ندير اون فيديو على التادي ديال لي بيد. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هاد لي فيديو هادو اللي كندير. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو عندي في لاشين وتبارطاجيو الماكسيموم مع صحابكم.